ذا اونلاين جيمر كينج لبيع الكوينز موقع يملك خاصيه انك تقدر تشتري كوينز بكميات كبيره من دون ما يجيك باند بنسبه كبيره. لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمه الله، كيف حالكم يا شباب؟ اهلا بكم في ريال مدريد كارير مود. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا الحلقه الجميله هذه. ما انا سالتكم الحلقه الماضيه يا جماعه الخير السؤال الكبير، هل ابيع كريستيانو رونالدو ولا لا؟ اغلبكم قال بيع. ايه
سلام كريستيان. بعته يا عيال. الدون تمخم في الحرث. الدون بعته. ماريا جاء النادي. يلا ويلكم دي ماريا. برح 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 برح. نحتاج حارس احتياطي يا عيال ولا بناكل تبن. هذه ما فكرت فيها والله. حارس شايب احتياطي بس يمشي الحال. كريستيانو رونالدو حيلعب المباراه الوداعيه مع ريال مدريد المباراه الجايه. ليتس جو. يلا انا رايح اشتري الفلينا. انا احسب الفلينا الجديده هذا حق الموسم هذا يا عيال. والله دوب يدري هو فريق النجوم فريق الاحلام. لا قالوا لك فريق الاحلام. هذا فريق الاحلام يا عيال. الدون في الوداعيه. الدون اوه بلنتي 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 بلنتي. حيشوتها كريستيانو رونالدو في المباراه الوداعيه يا عيال. المباراه التي يدرك فيها رونالدو. كريستيانو كريستيانو جول. الدون واخر سي مع مدريد. الى اللقاء يا رونالدو. الى اللقاء. سوف نشتاق اليك والله العظيم. اني انا ماني موافق لكنك طاقاتك تنزل يا اخي. هذا مو انا السبب والله. هم حقين الكارير الكلاب. ليش يخلون طاقاتك تنزل؟ مفترض تلعب موسم موسمين. عمرك 31. الكارير في 2016 القديم في الشريط اللي قبل يا اخي كان ما ينتزل طاقات اللاعب الى اليوم. وصل 34 تنزل تلقائيا. يعني كل موسم ينزل حبه حبتين. موسم واحد خسف ليه يا كلب ليه؟ اوه خميس خميس بالتسديد. يا سلام جولاسو يا خميس. الله يا خميس. الدون 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 الدون. كريستيانو في العارضة. بيل. الله اوفسايد. الله ممتاز ممتاز. الدون يا سلام يا خميس خميس. أوه لا 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 ما ذلقوا يا عيال. أجلدوا أجلدوا يا عيال. هذا نهاية الشوط الأول. كل شيء لنا. الشوط الثاني لسكو دي ماريا. ويلكم دي ماريا لأول مباراة يلعبها يا عيال. دي ماريا وين روح؟ فيدال. أوه بيل. أوكي أشيت باقي. أوكي ها تسديد يا لبيه. دون كريستيانو فاول يا حكم. الله نهاية المباراة الأولى. كريستيانو رونالدو يبكي لوداع ريال مدريد. الله يا شيخ والله العظيم اني زعلان زيك كريستيانو. اني ما باك تروح بس يا اخي هم ضعفين كلاب والله انهم كلاب. لاعب مباع. وقف هنا يا اخوي وقف هنا. يوم 25 كريستيانو رونالدو ذهب ذهب الى المانيا. طار الى المانيا كريستيانو رونالدو يا جماعة الخير. الان الميزانية عندنا 105 يا عيال. عندنا لاعبين سوبر نبغاهم يكونون مكان كريستيانو رونالدو. عندنا ايدن هازارد وعندنا ماركو رويس. ايدن هازارد ماركو رويس. شوفوا يا عيال لا احد يقول لي من اي لاعب من الدوري الاسباني. ماني ماخذ ولا لاعب من الدوري الاسباني. ليش؟ لانه نبغى منافسه في دورينا. اخذ اللعيبه الاقوى من دورينا يعني يطلع الدوري بايخ مع حقيقه يعني. والله حقيقه يا عيال. حارس احتياطي ولاعب سوبر مكان كريستيانو رونالدو. اقترحوا في التعليقات. اتمنى انكم استمتعتوا بالحلقه. زر اللايك يا عيال. تابعونا حساباتي تحت. اشترك في القناه اذا ما كنت تشترك في القناه. واللي مهتم في الالعاب يا عيال غير فيفا ترى في قناتي تحصلها تحت في الديسكربشن. قناه يعني اللي العب فيها غير فيفا دائما انزل فيها وكذا. اوكي سلام عليكم.